بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتجهيز محافظة نينوى الطاقة الكهربائية عن طريق السيطرة الوطنية في بغداد وكذلك السيطرة الوطنية في تازة، نحن تابعين إلى وزارة الكهرباء، نلتزم بتعليمات وزارة الكهرباء. كانت الحصة تقارب 750 ميجا، ويحضر أمام مكتبنا يوميا جدول بكمية تجهيز. بلغ مركز السيطرة في محافظة نينوى بتنزيل كمية تجهيز الطاقة إلى 400 أو 450 ميجاوات، وهذا سينعكس سلبا على عدد ساعات التجهيز. في الحقيقة هناك، يمكن حضرتك بالأخبار شفتوا، يمكن توجه السيد الوزير المحترم إلى جارة إيران في سبيل التباحث حول موضوع الكهرباء. احنا من تخرج وحدات إنتاجية سواء في الشمال أو الجنوب أو الوسط، تجهز مثلا المنظومة بصورة عامة، اعتياد يصير هناك نقص بالطاقة الكهربائية فيتم توزيعها من حصة المحافظات. لكن نحن الناشد السيد الوزير أو الجهات الحكومية أنه مدينة الموصل منكوبة وعندها خصوصية، عندنا مثلا مخيمات لاجئين وعندنا مناطق منكوبة مثل المناطق القديمة وكثير من المناطق في الجانب الأيمن مثل النهروان والمشيرفة والمناطق القديمة لم تجهز بالطاقة بسبب عدم وجود محولات دعش وتضرر جزء كبير من محطات 33. يعني ننظر إلى مراعاة هذه المحافظة في سبيل تمشية الأمور، لأنهم لحد الآن هم متعرضين إلى يعني قلة في الخدمات، ما نقول سوء خدمات من الماء والمستشفيات والكهرباء. يعني نرجو احنا ان شاء الله اذا دخلت وحدات انتاجية او عادت الى تصلحت او وصفتنا احد معين بكمية انتاج جديدة، حتما سوف تعود هذه الكمية المجهزة لسابق عادها.